تعد آلة العود أحد أهم الأدوات الموسيقية الوترية وآلة طربية من الطراز الأول، وعادة ما يستخدمها الملحنون في صياغة ألحانهم. وفي الأردن اشتهر بيت صيتا للعود الشرقي في تصنيع وصيانة آلة العود منذ عقود من الزمن. مراسلنا في عمان والتفاصيل. هنا في بيت صيتا هناك من يبدع في العزف على العود، وهناك من يبدع في صناعته وترميمه وإعادة إحيائه من جديد. أحب آلة العود وأحب العزف عليها منذ صغره، لكنه واجه الرفض من والده بحكم العادات والتقاليد، ليتوهج هذا الحب بصناعة هذه الآلة وإعادة ترميم القديم منها. سمي بيت صيتا محبة برحمة والدتي اللي كانت في ذاك الوقت تخبي العود عن والدي، لأنه والدي كان بهذاك الوقت يعني ما بحبش الآلات الموسيقية، وتعرف كعادة وتقاليد كانت صعبة كثير، فسميته بيت صيتا على اسم رحمة والدتي. بدايات بالعود كنت كهاوي، أنا حاب أتعلم العزف على العود، لكن ما صار في نصيب أني أتعلم على العود. مع دخول إخواننا العراقيين بهذاك الوقت تعلمت منهم، كنت أتردد عليهم عشان محبتي للعود، فتعلمت منهم مهنة صناعة العود. يصنع العود بأنواع محددة من الأخشاب تضمن الحصول على الصوت واللحن الجميل، في من قسمت الآراء حول أصل صناعته، منها من ذهب لبلاد الرافدين، ومنها ما حط رحاله عند قدماء المصريين في وقت ما زالت صناعته مستمرة كحرفة وإبداع في كلا البلدين. يمر صناعة العود في عدة مراحل، منها أول شيء نشوف الأخشاب النظيفة اللي راح نستخدمها في هذا صناعة العود، لأنه في عندك كل شيء، يعني زي الصندوق الموسيقي نوع خشب، الوجه طبعا نوع خشب معين، في مفاتيح نستخدمهم مثل الأبانوس، مثل الجوز، مثل السيسم، هذو كله طبعا يستخدم آلة العود. من كل البلدان العربية حبيت يكون عندي كل بلد إلها عود، لأنه كل بلد إلها سبحان الله رونقها، لأن عود العراق إله نقشته الخاصة، السوري نقشته الخاصة، المصري إله نقشته الخاصة. في بيت صيتا كما يحب أن يسميه عامر، تشدك عذوبة صوت العود الذي يمتزج مع أصوات حفه وترميمه بتناغم مع دقة الوتر. بشار العجارمة، تلفزيون البحرين، عمان.